الكابتن معانا، الكابتن طلعت يوسف. طيب كابتن، شكرا كابتن محمد. كابتن طلعت، مساء الانوار. مساء الخير كابتن مدحت. انت وحشتنا خالص يا ابو كباتن والله. والله انا ما بصدق اسمع اي حاجه اي حد من مصر. بس خلي بالك لما احنا لما تكون انت طبعا بتبقى حاجه تانية. ربنا يخليك يا كابتن. كل من الحقيقه لما بنتفرج على الاتحاد السكندري الحقيقه يعني في كل الاستوديوهات التحليليه، مش معايا بس، في كل الاستوديوهات التحليليه كله بيذكر الكابتن طلعت يوسف هو اللي بنى وهو اللي اختار عناصر هذا الفريق الحقيقه. والله الحمد لله، يعني ده التزام، يعني ده التزام بالنسبه للعملي بشكل عام والنادي الاتحاد بشكل خاص. يعني صحيح انا سعيت واجتهدت وربنا وفق في اننا نقدر نخلق مجموعه الى حد كبير اعتقد ان هي متميزه. يعني طبعا اهلي طرابلس حتى توليت امر تدريبه هذا الموسم، العقد لمده سنه اعتقد يا كابتن. لا انا توليت بعد نهايه الدور الاول، يعني ما بين الدورين بعد ما كابتن حسام مشي، والمفروض انه عقدي ممتد الطبيعي لغايه شهر 11، لكن الموسم هنا هينتهي المفروض وفقا لما هو مخطط له او يعني اللي اتقال لي المفروض انه هو هينتهي 15/5، فبيفترض انه بمجرد انتهائه يعني ان شاء الله ارجع مصر باذن الله. ويا اما تجدد ويجدده او لا يحدث. لا مش هيبقى انا يعني مش هيبقى في تجديد. مش حضرتك مالكش الرغبه. لا لا طيب هو في الواقع لا. ايمن حفني سبب لك حرج مع اداره النادي يا كابتن بما ان هو اختيارك؟ لا هو اولا لا هو مش اختياري، يعني نمره واحد. انا جيت بعد ما تم التعاقد معاه هو وجيبور. مين اللي اختارهم امال؟ كان حسام. وهو لعيب كويس، ايمن لعيب محدش يختلف جدا يعني. جدا جدا جدا. لا قدرات فنيه يعني بتضيف لاي مكان هو ممكن يتوجد فيه، يعني مفيش خلاف على ده. لكن هو للاسف يعني اساء لنفسه واساء للاعب المصري واساء للرياضيين المصريين بشكل عام هنا في ليبيا، وخلق جو مش ظريف تجاههم، جو عام مش ظريف تجاههم. نعم. واتجاه اللاعب في حد ذاته. يعني بعد وقعة أيمن ميكي كان عنده ظروف خاصة، يعني زوجته كانت بتضع مولودها الأول وكان محتاج ل 48 ساعة وكنا احنا في فترة توقف. وللأسف يعني حصل نوع من الاعتراض على سفره. بسبب وقعة أيمن، بس أنا تدخلت لأن التركيبة والشخصية بتختلف، يعني هناك من تثق فيه وهناك من تتخوف من تصرفاته. فميكي من اللاعبين الملتزمين ومنضبط، يعني حاجة تشرف، يعني لاعب جدا جدا جدا. طيب يعني كابتن طلعت، يعني هل اللاعب أيمن حفني قبض ال 150 ألف دولار ومتصور إن الأمر هيمشي كده ببساطة وما يلعبش وياخدهم ويعيش في القاهرة لغاية لما طلائع الجيش تتفاوض مع الاهلي او مع الزمالك؟ تصور يعني حاجه شيء غريب جدا، يعني شيء غريب جدا، يعني شيء غريب. ومعلش كابتن، يعني ايمن لما جه عشان ينزل جالي، كنا في تونس في معسكر عندنا ماتش مع منتخب الكونغو. نعم. فجاء طلب مني انه ينزل. ايمن له اكتر من وقع، انا سمحت له قبل كده فيجي متاخر اربع خمس ايام، يجي اسبوع. فلما جاء طلب مني قلت له لا لا مفيش مجال لان انت تنزل خالص، يعني طبعا طبعا طبعا. اذا كنت عايز تروح تتفاوض مع النادي كمجلس اداره ده شق تاني، ولما انا لما اسال هقول لا ما ينزلش، وده اللي حصل. يعني هم تعاطفوا معاه شويه. نعم. وادوا له اذن بالسفر. للاسف زي ما حضرتك بتقول هو واخد اكتر من 75% من عقده. وصل ل 80%. ونزل وقفل تليفوناته ومش راجع، مش عارف يعني هو متصور ايه. شيء غريب. النادي هنا ابتدى ياخد، النادي بعت لنادي الجيش خطاب رسمي طبعا يقول له ان اللاعب ما التزمش وانه وان احنا هناخد اجراءاتنا لايقافه. نعم. من خلال الاتحاد الدولي، وده اجراء ابتدوا يعملوه. وبالتالي اللاعب هيوقف، وبالتالي نادي الجيش مش هيبقى مسموح له انه يبيعه بالظبط، يعني ولا اهلي ولا زمالك ولا غيره بقى خلاص، ولا حد خالص. واسمح لك يا كابتن مدحت، يعني ايمن انا على المستوى الشخصي يعني ممكن يكون زي ابني وانا بحبه جدا، لكن على المستوى العام اعتقد انه يعني وجوده في منظومه ايا كانت هذه المنظومه اهلي او زمالك بتحترم نفسها
اعتقد انه لازم يبقى محل شك ومحل تفكير كبير جدا بعد تصرفه هذا. انا بشكرك يا كابتن طلعت، وانا حبيت القي بقوه الضوء على هذا الموضوع، لان لابد هنحله بلا جدل ولا نقاش ان شاء الله. شكرا كابتن طلعت، شكرا جزيلا. المدير التنفيذي، انا الحقيقه